واش صناعة السفن في ميناء الدار البيضاء قرب يكمل باش يكون المحرك الأساسي لميلاد صناعة مغربية 100% فيما يخص صناعة السفن العسكرية والمدنية. وعلاقة بهذا الموضوع، الإعلام الفرنسي كيروج هاد الأيام أن مجموعة نافال الفرنسية المتخصصة في الصناعة العسكرية البحرية هي اللي غتقوم تسيير هاد الورشة في ميناء الدار البيضاء في إطار شراكة صناعية بين المغرب وهاد الشركة. وحسب هاد المنابر الفرنسية دائما، فإن المغرب استبعد شركة إيطالية وشركة هولندية من المنافسة واستقر على الشركة الفرنسية التي ستقوم بتصنيع القطع البحرية والغواصات بهذا الورش بشكل تدريجي. يذكر أن مجموعة نافال كتعتبر من بين أهم الشركات العالمية في الصناعة الدفاعية البحرية، كتصنع فرقاطات ومدمرات وغواصات وكورفيسات وغيرها. كإشارة أخرى، المغرب قام بتجميل عدة صفقات بحرية كان ينوي القيام بها في السنتين الأخيرتين، وينتظر نهاية أشغال بناء هذا الورش الخاص بتصنيع السفن باش يربط أي صفقة مستقبلية كيف ما كانت بضرورة تصنيع جزء منها هنايا في المغرب. ولو بالفعل تأكد أن مجموعة نافال هي اللي غتفوز بتسيير ورش الدار البيضاء، فهادشي كيعني أن نسبة كبيرة من السلاح البحرية المغربية غيكون من تصنيع هاد الشركة وغيكون تصنع في المغرب. نشكركم على حسن المتابعة.